السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل نموذج كده او حاجة بسيطة من شغل التكييف. مثلا وليكن في الغرفة دي، طيب انا اخترت الفيو اللي هو يكون فيه سيلينج. لو انت تحط اي حاجة على السيلينج فيفضل ان انت تحطها على السيلينج بحيث انها تنزل مظبوطة، يعني يطلع مثلا لو هتحط المخرج بتاع الهواء يبقى يكون اتجاه الهواء لتحت. طيب اول حاجة هعملها ان اجي هنا في سيستم واجي اختار اير تيرمينال وابدا اختار الديفيزر اللي انا عايزه. ده هو ده الريتيرن، هقول له مثلا انا عايز الريتيرن بتاعي. طيب خلي بالك هنا مديني ان انا اكتب له الارتفاع بتاع السيلينج. تمام، احنا عندنا نوعين من انواع الفانل، في نوع هوستد بينزل على السيلينج وبينزل على الحيطه وبينزل على اي مسطح، وفي نوع لا حسب الارتفاع بتاعه. فلازم تشوف ارتفاع السيلينج دوت اللي هو 2400. مجرد ان انت تعمل سيلكت للسيلينج هتلاقي 2450. يبقى هتيجي هنا من سيستم وتقول له انا عايز اير تيرمينال وتكتب الارتفاع بتاعه 2450، ظهر معاك اهو. تبدا تحطه في نص السيلينج، او ممكن لما تحطه كده اهو، او تحطه بالشكل دوت وبعد كده تقول له الاين وتبدا تشوف اذا كان هيتعمل له الاين من النص ولا لا، من حرف ولا لا. في بعض الفاميلي بنظبطها احنا بحيث انها ينفع تاخد من الجنب. تمام، فرض انها ما رضتش تبدا تسحب وبعد كده تقول له انا عايز اعمل منه كوبي. ممكن ترسم خط في نص السيلنج بحيث يسهل عليك. اقول له مثلا كوبي، خليها مثلا. طيب عايزين نحط السبلاي، لو قلت له اير تيرمينال وجيت هتلاقي اكيد الريترن ليه حاجات هوستد زي دوت اهوت مكتوب عليه هوستد. طيب خلينا السبلاي اقول له انا عايز استخدم دوت في السبلاي، وعندك سيرش هنا ممكن تقول له انا عايز سبلاي فيبدا يجيب لك السبلاي اهوت. برضو عايز اديله ارتفاع، وتبدا تقول له انا عايز مثلا دوت كوبي من هنا لهنا. طبعا بنحاول نخلي الحاجات قدام بعض بالشكل دوت. طيب اهو موف ام في من هنا لهنا اهو. طيب عايز بقى ابدا احط المكنه ميكانيكال اكيوبمنت، ادور على مكنه تكون مثلا في في، مفيش مكان في في. طيب اشوف المكن، طيب ممكن اقول له انا عايز مكان من بره المشروع، اقول له لوك فاميلي واروح ادور هنا على ميكانيكال اكيوبمنت. بس ده امبريال، انا عايز المتريك. يبدا يجيب لي الكاتيجوري، ببدا اختار الحاجه اللي انا عايزها. وليكن مثلا ديت فنكون ديت، اقول له مثلا اوبن ونبدا نديها الارتفاع وليكن مثلا 2600 اهو. هي حاسس ان الارتفاع اتغير اهو. ممكن احطها هنا مثلا، طيب هبدا اقول له خلي دي وير فريم عشان تظهر معايا. تمام، دي ارتفاع 2700 خليها مثلا 2900. طيب وبعد كده هقول له خليها تلف معايا اول. طيب ده الاوت، ده اللي هو هيروح للسبلاي. فاجي هنا وابدا اخرج الضغط بتاعي. تمام، طيب هنا هبدا اظبط الارتفاع بتاعي زي ما انت شايف. هو واخد من الروف، لا مش عايز اخد من الروف، اقول له احنا هتقفل تو، اقول له انا عايز ضغط من هنا. طيب هاجي اقول له انا عايز دوت يبقى فايل. طيب خلي بالك ان ده مش المستخدم الطبيعي بتاعنا، بنحاول ناخد اللي هو الراوند. طيب اقول له انا عايز اوصل دوت اهوت فليكسيبل اهوت،
دلوقتي هغير المقاس دوت للمقاس الأصلي ده كده مثلا 1300، لا كتير 1300 على الاتنين دول. طبعا ده حسابات بالدكتيليتور، انا بس بنوريك الفكرة اهوت. طيب اوتوماتيك هو عدل المقاس دوت بتاع الريديوسر. طيب هقول له انا عايز ارسم ضغط تاني جريد سيميلر من هنا لهنا اهوت. طيب وهقول له انا عايز اعمل الفليكسيبل، ممكن نيجي نرسم الريترن، اعمل سيلكت واقول له انا عايز ارسم الريترن بتاعي. ده البلينم، فالبلينم ده هقفله من هنا، هقول له كاب انت، وبعد كده هقول له انا عايز كريت سيميلر. خلي بالك ان هنا بيقول لي سيستم تايب ريترن. طيب هقول له انا عايز ده ارسمه مثلا 300 في 300، واقول له هنا ارسم لي الريترن اهوت من هنا لهنا. طيب تعالى نشوف هو رافض ليه. غالبا عشان تحل مشكلة زي ديت بيكون مثلا هو مش لاقي مسافة يرسم، هو مش لاقي مسافة يرسم الضغط دوت. طيب اصلا احنا ما بنستخدمش التي ديت في شغل التكييف، فابسط حاجة ان انا اجي هنا واقول له انا عايز ارسمها تاني، هو تبدأ الانسب في شغل التكييف. التي ده في شغل ال شغل ال اسمه دوت في شغل البلومينج. طيب هاجي واقول له ارسم لي دي هنا اهوت. ممكن برضه نفس الفكرة ان انا اقول له وصل لي ديت فليكسبل اللي هنا، وبرضه ممكن تيجي تقول له هنا انا عايز ارسم الفليكسبل، بس افضل ان انت تطلع طلعة صغيرة كده بالضغط بتاعك. عشان تقدر تتحكم فيها اكتر يعني. ممكن تقول له الاين، اعمل له الاين من هنا لهنا، وتقول له انا عايز دوت ارسم له الدرو دوت الفليكسيبل دوت، هيطلع معاك بالشكل دوت. طيب انا عايز افرق بين لون السبلاي وبين لون الريتيرن، في اكتر من طريقه كده. خلينا نيجي هنا مثلا في الفاميلي واقول له انا عايز دكت سيستم. هنا عندنا سبلاي، خلي السبلاي دوت بازرق، هتلاقي اي حاجه سبلاي هتاخد اللون الازرق بالشكل دوت اهوت. وممكن تديله باترن معين، خط معين مش عليه. طيب وممكن تديله برضو ويت سمك معين، بحيث ان انت تفرق برضو بين السبلاي والريتيرن، حتى لو الاثنين طبعا بنفس اللون، طبعا ابيض واسود. والريتيرن هقول له مثلا خلي الريتيرن مثلا باللون دوت اهو، ادخل نفس اللون. وطبعا ممكن نستخدم امر فلتر، يعني في اكتر من طريقه عشان تلون بيها الشغل بتاعك، عشان تبقى سهل جدا تفرق بين السبلاي والريتيرن. وممكن برضو تدخل في اللكسوست وتدي له لون احمر. طيب لو انا عايز اعمل فريش اير، ما عنديش هنا ضغط سيستم اسمه فريش اير وما عندكش نيو، فالفريش اير يعتبر سيستم اير، فاقول له هنا دبل كيت واجي هنا اعرفه اغير الاسم بتاعه لفريش اير. فريش اير وادي له لون مثلا اخضر. ممكن تعمل الكيتشن واحد كمان باللون اللي انت عايزه، بس لما تيجي ترسم الفريش اير هيبدا يظهر معاك. يعني خليني اقول له اهوت سيستم انا عايز ارسم ضغط يكون، هتيجي هنا هتلاقي لك فريش اير، هتقدر ترسم الفريش اير اللي انت عايزه.